بين ليلة وضحاها تحولت رئيسة الوزراء العاشرة في ترتيب رؤساء وزراء بنغلاديش وأطولهم خدمة في المنصب إلى سياسية مستقيلة هاربة من بلدها يوم الاثنين الخامس من أغسطس 2024. إنها الشيخة حسينة التي عندما ولدت في عام 1947 لم يكن هناك بنغلاديش أصلا، بل كانت قريتها جزءا من باكستان. فما الحكاية وما الذي أوصل الأمور لهذا الحد؟ تعالوا نعرف معا. أعلنت بنغلاديش دولة مستقلة عن باكستان عام 1971 بعد كفاح مرير قاده والد حسينة منذ خمسينيات القرن الماضي. في عام 1975 كان والد حسينة الشيخ مجيب الرحمن رئيسا للوزراء، ولكن انقلابا وقع عليه قام عسكريون باقتحام مقر إقامته وقتله ب18 رصاصة مع زوجته وأبنائه الثلاثة. أما حسينة ابنة 27 في ذلك الحين نجت لأنها كانت تدرس في ألمانيا، وعاشت بعد الحادثة لست سنوات في المنفى لتعود لبنغلاديش وتتولى قيادة حزب عوامي الذي أسسه والدها، ولتبدأ سنوات من الكفاح السياسي اتحدت فيه مع سياسية أخرى وهي زعيمة الحزب الوطني خالد ضياء للتخلص من حكم العسكري حسين محمد أرشد. في عام 1996 أصبحت رئيسة للوزراء لأول مرة، وخدمت في المنصب 5 مرات على فترات متقطعة، بدأت آخر فتراتها في يناير 2024. الآن لا بد من القفز بالزمن للوقت الحاضر ومعرفة ما الذي جعل بطلة ابنة بطل تقدم على الاستقالة والهرب. في يوليو 2024 انطلقت احتجاجات شعبية وصلت العاصمة دكا اعتراضا على قانون يمنح كوتا 30% من الوظائف الحكومية لأبناء العائلات التي قاتل أفرادها لإيصال البلاد للتحرر عام 1971، يعني باختصار جماعة والد حسينة الموالين لحكمها. وصحيح أن حسينة قادت بلادها من تصنيف أفقر بلاد العالم وقت الاستقلال إلى نسبة نمو 6% سنويا منذ عام 2009 حتى يومنا، إلا أن البلاد ذات 180 مليون نسمة تعاني من نسبة بطالة مرتفعة، والمتظاهرون يرون أن القانون ظالم ويعطي حقوقا أعلى لطبقة من المجتمع لم تفعل شيئا سوى أنها من أحفاد من شاركوا في حرب الاستقلال قبل 53 عاما. والذي زاد الطين بلة هو كيفية تعامل السلطات مع الاحتجاجات، إذ فرضت حظر تجول وقطعت الإنترنت لمنع تنسيق المتظاهرين الذين خططوا للوصول للعاصمة يوم 6 أغسطس، إلا أن مقتل 98 شخصا بينهم 14 شرطي هو الذي جعل المعارضين يعتبرون أن الاحتجاجات هي المعركة الفاصلة بينهم وبين رئيسة الوزراء، وطلبوها بالتنحي، فاختارت الاستقالة والهرب وسط أنباء عن احتمال طلبها اللجوء لبريطانيا. برأيكم هل تستحق حسينة هذا المصير